قناة حديد نخطو معهم للعشرة واثناشر دقيقة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا. مازلنا معكم نحن ونسو فيكم حتى النص النهار. تحية كبيرة ليكم إما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا ولا على الراديو ماي تونيزي .com. نحكيو على البيريود هذية، بيان سور كورونا برشا حاجات مأثرة على نفسية الإنسان، تلامذة مرة يقرا ومرة ما يقرا، وش غدوة إن شاء الله هما باش يرجعوا يقراو. يعني هذا كل يسبب توتر، يسبب هكا تشنج في الأعصاب عند الفرد. دونك نحن اليوم باش نحاولوا نعطيكم قائمة بأهم الأطعمة أو المأكولات الصحية لمقاومة التوتر. معنا بالتليفون أخصائية التغذية شيماء فهم. عسلامة شيماء. صباح النور أمولة، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حي بخير. إن شاء الله عيدك مبروك، مرحبا بك معنا شيماء. به نخرجوا من رمضان توا والريتم نتاع رمضان. شيماء ونحكيو على المأكولات اللي خاصة بعلاج التوتر. كيما كنت نحكي كيما كنت تسمع فيا شيماء، الموضوع هذايا التوتر يعني ومنه برشا ناس يقول لك ما نجمش نركز، ما نجمش نركز في القراية، ما نجمش نركز في خدمتي، حس روحي ستريسين، حس روحي متوتر مع الأخبار اللي ما تفرحش برشا بصراحة. مع الكورونا برشا حاجات صعيبة وعام صعيب زيد السنة تعدى على التوينسة. دونك اليوم نحن باش نحاولوا نعطيوهم فكرة اون جينيرال على شنو ينجموا ياكلوا، أهم الأطعمة اللي تساعدهم إنهم يتجاوزوا المرحلة هذه متاع التوتر. كما كنت تحكي معناتها الأسباب اللي تخلي العباد ديما تتوتر، أنت كنت تحكيتهم الكل. احنا كيف نتوتر يخرجونا معناتها عنا الإفراز الكبير متاع هرمون الخوف اللي هو الأدرينالين والكورتيزان اللي هما يقلقوا واللي هما يخليوا الإنسان معناتها يصير ارتفاع في دقة القلب، ثم ضخ كبير للدم في الجسم، ارتفاع معناتها يزيد الاندفاع الطاقة للعضلات. دونك تصير لنا برشا قلق. وقتاش نوليو نحكيو على التوتر كقلق؟ وقت الافكت معناتها يأثر على حياتنا بمدة أكثر من أسبوع. معناتها خاطر احنا راه نعيشوا في التوتر العادي اليومي اللي هو عادي كالمناوشات الصغيرة اللي تمشي، لكن وقت اللي نحسو قاعد يأثر على حياتنا، يسيطر معناها يسيطر على حياتنا، أي. يسيطر علينا بمدة أسبوع أو أكثر، وهني بالحق يحسوا فما انستالاسيون تاع ستريس اللي هي تنجم تأثر بالسلب على حياتنا. فما التأثير متاحة بالنسبة للماكلة معناتها للفولي نوتريسيونيل، التأثير في العادات الغذائية متاعنا يكون فما بالإفراط في الأكل، فما بتولي تاكل برشا 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 لابوليمي، وفما فقدان الشهية معناتها لانوريكسي توتال، العبد ماشي يحب ياكل كاريمون. هوني المعالجه نتاع التوتر تصير راهي الحقيقه بدو فولي، فما لو فولي نوتريسيونيل وفما لو فولي هيجين دو في. هيجين دو في انهم لازمهم يعملوا سبور، وانا كنت ديما نحكي على لاكتيفيتي فيزيك. كل واحد كيفاش يلقى لو مويان دو ديفولمون نتاعو اونتي ستريس، كل واحد يعرف بدنه. فما اللي يحب يعمل يوغا، فما اللي يخرج يعمل مارش، فما اللي يسمع ميوزيك، فما اللي يخرج يعمل مارش معناتها في الطبيعه هكيكا ويغزر الخضار يرتاح، يقول لك انا بسيشيك مرتاح. خاطر ساعة الكل يتأثر راهو في البدن نتاعنا. فما زادة اللي يحب يسمع زادة جنقلك، احنا اكثر حاجة معناتها انا من الفيكو نتاعي نحسها ولا تيسر تأثر وتعطي ستريس هي اللي ريزو سوسيو. ساعات شوية يسر نتفرجوا في الاخبار في الانستغرام الفيسبوك ونشوفوا كيف في المشاكل هذيك يبو افكتي. في حالات قصوى علاش حالات البارونتيز نعملوا سبور نسمعوا الاغنية نحاولوا نحكي اونتر اني ولا اون فامي، لكن فما ديكا وقت يضطر معناتها يلزم الانسان يمشي يستعين بطبيب والا باخصائي في الدومين هذيك، راهو ما يلزمناش نتردوا خاطر التوتر ينجم ينتج عليه برشا حاجات خايبه. معناها وقت اللي يسيطر التوتر على حياتك ويطغى على حياتك وتحس روحك ما عادش تنجم تقدم جمله في حياتك على خاطر الاحساس هذاك مسيطر عليك، وقتها اكيد تمشي المختص في علم النفس، اكيد ينجم يعاونك باش تخرج من الحاله هذيا. نحن اليوم شيماء نحكيوا على الناس اللي التوتر العادي، معناها مثلا تتوتر في النهار شويه ومن بعد ترجع معناها. اي فما هو التوتر سي تان ستريس راهو اوكسيداتيف في البدن نتاعنا، ومضادات الاكسده خاطر هي قلت لك فما الكورتيزون، مضادات الاكسده هي اللي تعكس الهرمون هذيك اللي هي هرمون دو ستريس. دونك الماكله اهم اكثر ماكله معناتها تلقى فيها لي فيتامين دو جروب بي، تلقى سورتو لي فيتامين دو جروب بي، تلقى لا فيتامين سي. دونك الموز بي ثم الشوفان، والشوفان ينجموا ياكلوه وحده كما ينجموا يعملوا بوريج اللي هو بالحليب، وخاطر الحليب معناتها العظم والحليب ومشتقاته به سي دي زاليمون اونتي ستريس. دونك ينجموا يعملوا الشوفان بالحليب يطيبوه بشركع بابانان،
وكيفيتي بيحطوا فيه غرفة صغيرة عسل. داكور. حطينا فيه الموز، حطينا فيه الشوفان، حطينا فيه العسل، وحطينا فيه الحليب. وانا كنت قلت الحليب والعظم ومشتقات الحليب هما سي دي زاليمون اونتي ستريس. ثم لافوكا. لافوكا فيه برشا دي فيتامين اي سورتو لا فيتامين بي اللي هي تساعد على الغولاكساسيون. لكن نحنا ما عناش يسر في العوايد نتاعنا، لكن فما زيت عباد تعمل لافوكا. لافوكا سي ان سوبر اليمون بالنسبه للستريس. البروكلو. البروكلو سي ان اليمون انتي ستريس. الاخضر شيماء، البروكلو الاخضر ولا الاخضر؟ البروكلو الاخضر. الحوت الازرق. الحوت الازرق خاطر فيه الاوميغا 3 وعندنا مشكله الستريس. الستريس الى التير لا كونسونطراسيون اي سورتو عند الصغيرات. برشا برشا ستريس يولي يقول لك ما عادش نجم نركز، راسي وجعني، عرفت إل سوبيرتورب فاسيلمون، حتى يجي يحب يركز في سما مخو يسرح. دونك الحوت الأزرق واللوز والزوزة يعني الفيكيا أون جينيرال فيها الأوميغا 3، دونك باهية بالك دي بالنسبة لا كونسونطراسيون وتنقص من لو ستريس. داكا. تسمى البقول بأنواعها، الحمص، العدس، الفول، الشوكولاتة الكحلة، وفما الكاكاو. وعندنا الحبوب الكاملة. دونك الحبوب الكاملة انا ديما ننصح بهم، وكي تجي تشوف راهم لي بون زابيتود اللي هما اللي يبداو باهين في كل شيء. كان تلاحظ الماكلة الاكيليبري اللي ديما نحكي عليها تلقى فيها لي كومبوزون هذيما. دونك فما ساعات يقول لي نخص كومبليمون ولا نمشي نشري من الفارماسي خاطر نستسهل ساعات. شوف التوتر في الستاد الاولاني اللي حكيت عليه اللي ماهوش الستاد نتاع يدخل اخصائي في الدومين هذاك، التوتر الطبيعي العادي اليومي نتاعنا راهو كي تكون ماكلتنا اكيليبري راهو صدقني الميكلة وحدها كافية إنها تعطينا الزاليمان نسيسير باش احنا نكونوا مرتاحين وباش ناخدوا الزانتي ستريس البهين. المانيزيوم سورتو شايمة اي انا كعطيتك ديجا كعطيتك معناتها الحاجات هذم فيهم المانيزيوم، فيهم الفيتامين بي، الفيتامين دو جروب بي، فيهم الفيتامين سي خاطر حتى الفيتامين سي بي هي بلك دي. دونك هاني قلت لك معناتها الميكلة جنرالمون الموز، الشوفان، العسل، الأفوكا، الحوت الأزرق، البروكلو، السبناغ، الفيكيا أون جينيرال، اللوز والزوزة، الحبوب الكاملة، البقول، الحمص والعدس والبول، العظم والحليب ومشتقاته، وعنا الكاكاو والشوكولاتة الكحلة. داكوغ. هذه بالنسبة للماكلة. وفما حاجة مهمة أنا بالحق معناتها نحبها ونراها تخيز في كاس هما الأعشاب. الأعشاب، لي تيزان. لي زانفيزيون، لي زانفيزيون، لي تيزان أنتي ستريس غولاكسونت. أبار. معناتها المغنيسيوم بيه لي فيتامين دو جروب بي بيين، وكنت عطيت الماكله معناتها لي زاليمون اللي فيهم فريمون لي فيتامين هذه ما اونتي ستريس، لكن راهو لي تيزان بيين اي سورتو يسنسوا ريحهم في الليل ينجموا ياخذوا يا اما كاس حليب دافي فيه مغرفه صغيره كركم ومغرفه صغيره عسل ويشربوه قبل النوم بهي بالكدي ولا يعملوا لي تيزان. اكثر دي بلونت انا نحبهم اونتي ستريس عندنا الفيرفين اللي هي تيزان نتاعنا ترونجيه سوش الورد اليانسون اللي هو الانيس والبابونج اللي هي الكامومين. داكا. وهذه راهو يلقاوها معناتها يلقاوها وين يبيعوا الحشيش معناتها ولي بلونت الكل يلقاوهم موجودين مشيحين. نعملهم كوكتيل نعملهم كوكتيل كل مع بعضهم شيماء ما يقلق شيء، كان عنده حاجه ولا حاجتين منهم يعملهم، وكان عنده الاربعه راهم باهين بالكدا يغليوا الماء وبعد يطفيوا عليه ويحطوا البلونت انفيزيون يغطيوها يخليوها تسيب قوتها 4 دراج 4 ساعة وبعد يصفيوها ويسربوها ينجموا وقتها يحطوا فيها مغرفة صغيرة عسل سي بور لا غولاكساسيون سي اكسيلونت معناتها. بالنسبة للبلونت هذم هما راهم موجودين راهم يلقاوهم سينو يلقاوا فما ان كومبليمون اليمونتيغ يتباع في الفارماسي تلقاوها سو فورم دو تيزان يعني دي كوت هما يتحلوا في الماء فيهم الكامومي والبيسون لي سي دي بلونت دو سيداتيف دي غوت يحطوهم في كاس ميم تاعهم ويشربوهم سي دي بلونت ريلاكسانت. تري بيان تري بيان. دونك ما بين لي تيزان والماكله كي نعملوا نظام غذائي كي ما حكيت انت شيماء اكيد معناها كاستريس والتوتر نتاع كل يوم هذاك نجمو نبعدوا عليه كيما قلنا زيدا اذا كان الانسان التوتر سيطر على حياته بيريود كبيره دونك من المستحسن انه يمشي الاخصائي في علم نفس اكيد باش ينجم يخرجوا من الحاله اللي هو فيها. ايه هذه هو معناتها نصيحة متاع اليوم ان شاء الله يا رب. هي راهي الكورونا اثرت ياسر على العباد معناتها فما برشا عباد بالحاله متاع الكورونا هي اللي زاد لهم ستريس وكل نقول لهم وسعوا بالكم سيسوا رويحكم
وحاولوا تتفاديوا كما قلت بالاليمونتاسيون وبالهيجين دو في نحاولوا نقصوا. راه احنا يا امل ما نجموش نتفاديوا كومبليتمون التوتر، احنا اليومي نتاعنا هو فيه التوتر، لكن نحاولوا نتعايشوا معاه بالسياسه بالسياسه، نعملوا دي بون هيجين دو في باش التوتر هذاك ما يسيطرش على حياتنا. الهدف انه ما يسيطرش علينا صحيح. مش انه ينعدم من حياتنا. فوالا صحيح، يعطيك الصحه شيماء، ميرسي بوكو على تدخلك معنا اليوم. انا نقول لك ان شاء الله نهارك مبروك، راجعين معكم بعد.